ليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتابع الحديث في سيرة الصديق رضي الله عنه، وقد كان لقاؤنا في الحلقة السابقة عن هذا الحدث الفذ الفريد الذي تزامن مع وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلت لحضراتكم أن هذا الحدث الذي تزامن مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عقيب وفاته عليه الصلاة والسلام هو حادث سقيفة بني ساعدة. فالأنصار رضي الله عنهم، وهم فصيل كبير من فصائل المسلمين في المدينة في الدولة المحمدية إن جاز التعبير، سارعوا، ولما يجهز النبي بعد، لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه عليه الصلاة والسلام ولم يدفن، لكن الأنصار سارعوا لاجتماع تاريخي عاجل في سقيفة بني ساعدة، وهي مقر مؤتمراتهم وندواتهم واجتماعاتهم، ليناقشوا أمرا في منتهى الخطورة والأهمية، ألا وهو أمر من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحدث السقيفة أو حدث السقيفة حدث فريد، والمؤتمر أو الاجتماع اجتماع تاريخي، واللحظة لحظة فارقة، لأنك تتباحث في من يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت على وشك تأسيس الدولة الثانية، دولة الخلافة بعد دولة النبوة. فتخيل مخاض
ولادة الدولة، دولة الخلافة، لم يكن مخاضا سهلا، والاجتماع لم يكن يعني اجتماعا هادئا، إنما كان اجتماعا يمكن أن نطلق عليه اجتماع صاخب، وكان الحوار فيه حوار عميق إلى أبعد حد، وتبارى المؤتمرون المجتمعون من الأغلبية الكاسحة من الأنصار مع من حضر من المهاجرين، وهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، تباروا في الحديث في هذه القضية، قضية من يشغل منصب الإمامة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينه وبينك أخي الحبيب أختي الكريمة، الحدث صعب جدا والموقف في غاية الصعوبة. من يخلف رسول الله؟ بالطبع كما ذكرت لحضراتكم في اللقاء السابق، لم يكن ثمة نص جلي صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم يعين من يخلفه عليه صلوات الله وسلامه على الأمة، وبالتالي صار الأمر بعيدا عن النصوص محل اجتهاد وشورى. ولذلك إن تصورنا ما هي الدروس المستفادة من حدث سقيفة بني ساعدة أو الاجتماع التاريخي في سقيفة بني ساعدة، سيكون هذا الدرس على رأس الدروس المستفادة. أولا، شكر الله للأنصار سعيهم، وشكر الله لهم رؤيتهم الثاقبة أن يسارعوا لسد ثغرة إمامة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصح أن تبقى الأمة بغير إمام. ليه؟ لأنه إن بقيت الأمة بغير إمام فتلكم هي الفتنة الغشوم، وبالتالي نظرة الأنصار كانت ثاقبة. وحذرتك في اللقاء السابق، وحذرتك أيضا في اللقاء السابق، أن يتطرق إلى أذهاننا أن الأنصار كانوا يريدون منصبا أو سلطانا أو يسعون وراء كرسي. أبدا، إنما هي رؤية ثاقبة فذة من الأنصار أن تركوا إخوانهم المهاجرين ينشغلون بتجهيز الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ينشغلوا بأمر موازن في نفس الخط ولا يقل أهمية عن تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو ألا يخلو منصب الإمامة على الناس، وألا يبيت ليلتهم إلا وقد تعين الإمام الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أول درس، وده تجرد ورؤية ثاقبة ويعني نظرة عميقة من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، لأن مستقبل الأمة سيكون في خطر لو بات الناس ليلتهم بغير إمام يكون على رأس الأمة وعلى رأس الدولة. إن كان هناك من دروس أيضا من حدث السقيفة وهذا الاجتماع التاريخي، فإنك ستلحظ هذا الدرس بارزا باديا واضحا، ألا وهو درس وأمرهم شورى بينهم. كان هذا الاجتماع عبارة عن تفعيل حقيقي في أروع صوره للشورى التي تميز بها المسلمون عبر تاريخ الأمم. ربنا عز وجل أمر نبيه يوم أن كان حيا على رأس الأمة وهو النبي الموحى إليه المؤيد من الله عز وجل، قال وشاورهم في الأمر. وطبعا وشاورهم في الأمر دي كنها يؤمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ده معناها أنها شورى في غير محل النصوص، إنما هي في موارد الاجتهاد. فالأمر اللي هو محل اجتهاد ليس فيه نص شرعي، لا قرآن ولا سنة، هذا يخضع لمورد الاجتهاد، وبالتالي فعلوا الشورى في هذا الموضع. في موضع آخر أرض أيضا أشار إليه الإمام الجويني والإمام ابن القيم وغيرهم عليهم رحمة الله تعالى، قال إذا تزاحمت الواجبات أو تزاحمت حتى المندوبات، فإذا تزاحمت الواجبات
أمرهم شورى بينهم، أي الواجبات يقدم، اللي هو واجب الوقت يقدم على ما سواه من واجبات. في الحالة دي أيضا يكون مسألة تقديم الواجب على الواجب ولا المندوب على المندوب، ده مورد من موارد الاجتهاد، أمرهم شورى بينهم. إنما حيثما كانت النصوص فلا اجتهاد مع النص، ودي قاعدة معروفة عند أهل الأصول وأهل الفقه وأهل الملة على حد سواء. إذن كان السقيفة واجتماعها تفعيل حقيقي للشورى التي تميز بها المسلمون عبر التاريخ، فأمر المسلمين شورى بينهم إن كان يخضع لمورد الاجتهاد بعيدا عن النصوص الواضحات البينات. وبالتالي الشورى كانت في أروع صورها داخل سقيفة بني ساعدة. مش معنى الشورى يا إخوة إن إحنا ما نختلفش، لا، ده الشورى إن إحنا هنختلف، لأن الأمر بعيد عن النصوص والبينات، فده محل اجتهاد، فطبيعته الاختلاف، لأنه منطقة التنوع عندنا في الإسلام هي الأكثر اتساعا من منطقة القطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة وموارد الإجماع، يعني النسبة قليلة بالنسبة للقطعيات المعلومة من الدين بالضرورة قياسا بالنسبة الأغلب والأكثر اتساعا اللي هي منطقة التنوع، منطقة الظنيات اللي هي محل الاجتهاد. وبالتالي احنا داخل الشورى هيحصل ايه؟ هنختلف، لكن نختلف ونحن نسعى ان نتفق، انما مش نختلف ونحن نسعى الا نتفق، او كما يقول قائلنا المتندر على احوالنا، احوال الامة الان، انه كأن الامة اتفقت على الا تتفق. انما في السقيفة لا، في السقيفة اتفقوا على ان يتفقوا ويأتلفوا، وبالتالي كان الحوار ساخنا، وكان النقاش عميقا، وكان النقاش صريحا بمنتهى الشفافية. الأنصار يقولوا الأمر إلينا، نحن أهل البلد، وإحنا السيرة الذاتية بتاعة الأنصار سيرة لا تضاهيها سيرة أخرى، وأيضا إخوانهم المهاجرون يقولون لا، نحن أولى، وسيرتنا الذاتية 1 2 3. وبالتالي النقاش عميق والنقاش ساخن، والنقاش ربما يكون حادا في بعض الأحيان، لكن في إطار أنهم جميعا يسعون أن يتفقوا، وبالتالي كانوا يرون الشورى يحصل فيها ما يحصل، لكن في النهاية بالشورى وبتفعيلها وببركتها سيتفق المتحاورون وسيتفق المسلمون، وستكون ما ينتهي إليه الشورى أمرا ملزما على الكل، المؤيد والمعارض على حد سواء. مش دي النتيجة اللي قال إليها أمر اجتماع السقيفة؟ إنه بعد حوارات كبيرة جدا، حتى قال قائل الأنصار الحباب أو غيره منا أمير ومنكم أمير، لكن في النهاية حسم الأمر أن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسوقه الله عز وجل على لسان الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، والأنصار يرضوا ويكون الأمر على قلوبهم كما نقول زي العسل، خلاص نرضى ونسلم ونسمع ونطيع ما دام جاء الواضح البين قطعي الدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. عشان كده أبو بكر رضي الله عنه ساق هذا المعنى في خطبته داخل السقيفة رضي الله عنه، وهو يقول نحن الأمراء، يعني نحن المهاجرون القرشيون الأمراء، من وضع فينا النبي الإمارة والإمامة، مش رغبتنا إحنا في الاستحواذ، لا، مش رغبتنا إحنا في السلطة، لا، لم يكن أبو بكر ساعيا إلى سلطة، ولم يكن عمر ساعيا إلى سلطة، ولم يكن أبو عبيدة ساعيا إلى سلطة، وإلا ما احنا شفنا الموقف الفذ الذي ظهرت فيه عبقرية الصديق، وظهرت فيه عبقرية عمر، وعبقرية أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، إنه يصل الأمر
إلى أن ينتهي المجتمعون إلى المبدأ وهو إقرار أن الأئمة من قريش. خلاص كده الموضوع الأولاني انتهى. طيب من يكون إماما من قريش على الناس؟ هنا قام أبو بكر وهو الفاضل، لأن أبا بكر أفضل الأمة، احنا اتفقنا. فيقوم أبو بكر ليمسك بيد عمر ويمسك بيد أبي عبيدة ويقول للمجتمعين جميعا: أرى لكم أي هذين الرجلين شئتم فبايعوا. إذن ده معناه إن هو زاهد في السلطة ولم يكن ساعيا إليها. وتظهر عبقرية عمر بن الخطاب وعبقرية أبو عبيدة بن الجراح. إزاي؟ إزاي أبو بكر هو الفاضل ويقول عمر للمجتمعين: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله قد رضيه لديننا لما جعله إماما على الناس في الصلاة أيام غيابه أو أيام مرضه عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان هذا وقع أفلا نرضاه لدنيانا؟ فعمر بن الخطاب يثبت بعبقرية وأبو عبيدة يثبت بعبقرية في غاية الروعة أنه ليس ساعيا لسلطة. وإلا طيب ما أبو بكر عرض عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، لو كان أحدهما ساعيا إلى سلطة أو منصب أو كرسي لرضي. إنما عمر نفسه يأبى، يقول أيكم، مين فينا، مين في الصحابة، مين في الأنصار، مين في المهاجرين، أن تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر رضي الله عنه. فقام عمر وحسم هذا الخلاف كله بقرار واحد: يا أبا بكر أبسط يدك أبايعك. فبسط أبو بكر يده ليبايعه عمر، وإذا بواحد من الأنصار وهو أبو النعمان بن بشير رضي الله عنه يسارع حتى يسبق عمر بن الخطاب ليكون أول من بايع الصديق رضي الله عنه إماما للناس. وده خير دليل وبرهان على أن الصحابة من الأنصار لم يكونوا ساعين لسلطة ولا مستحوذين ولا مقصين لإخوانهم من المهاجرين، بدليل لما جاءهم الأمر البين من النبي أن الإمامة في قريش سلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو كان الطمع طمع دنيا وسلطة ومنصب وجاه لجادلوا ولا قالوا مفهوم الحديث إيه والحديث رايح فين وجاي منين وهل هو للوجوب ولا للندب والاستحباب ولا 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 ولا. ولذلك يؤكد بدليل آخر أنصع وأقوى لما يكون أول من بايع الصديق هو أبو النعمان بن بشير من الأنصار رضي الله عنه، قبل أن يضع عمر يده في يد الصديق ليبايعه. وبالطبع لما بايع هذا الأنصاري أبا بكر بايعه عمر من بعده وبايعه أبو عبيدة من بعده، وتكاثر المجتمعون من الأنصار وتزاحموا كلهم يبايع الصديق رضي الله عنه. وهنا تذكروا في حلقة سابقة لما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا لأبي بكر أو وصية لأبي بكر أو تعيينا أو ترشيحا لأبي بكر، ثم ترك هذا الكتاب عليه الصلاة والسلام وقال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون على أبي بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. ده تحقيق عملي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أبى المجتمعون جميعا أن يختلف أحدهم على أبي بكر رضي الله عنه، لأن سيدنا عمر إنجاز التعبير جاب من الآخر وقال للمجتمعين جميعا: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب النبي المختار عليه صلوات الله وسلامه. إذن هذه عبقرية من عمر بن الخطاب، وهذه تأكيد فوق التأكيد على أن أحدا من هؤلاء المجتمعين جميعا لم يكن طامعا في سلطة ولا ساعيا إلى كرسي. ولذلك بهذه البيعة السريعة العاجلة التي تزاحم عليها الأنصار في سقيفة بني ساعدة
كانت البيعة الخاصة أو البيعة الأولية التي شهدت مخاض ولادة دولة الخلافة بعد دولة النبوة على صاحبها صلوات الله وسلامه، هنا بويع الصديق. الآن الصديق في قصر الخلافة، الصديق إماما على الناس ببيعة هؤلاء المجتمعين جميعا، يسميها العلماء دي البيعة الخاصة أو البيعة الأولية. ثم انطلق هؤلاء المجتمعون جميعا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر بعد آخر في عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيه البعد ده؟ مش يصل المسجد فيقوم أبو بكر ويقول أيها الناس اللي هم العامة عامة الصحابة من المهاجرين وبقية من بقي من الأنصار ممن لم يحضر السقيفة فيقدم نفسه على أنه الخليفة ويطلب البيعة لنفسه، لا هذا لا يكون. إنما إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن يقوم هذا الرجل العبقري الفذ، عشان تتأكد أخي المسلم أختي المسلمة أن الأمة لن تقف عند حد رجل مهما بلغ حجمه ومهما بلغت قيمته. ليه؟ لأنه إذا كانت الأمة ولدت الصديق رجل دولة يليق بمقام المنصب والإمامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وراءه رجل آخر لا يقل قدرا ولا منزلة ولا فهما ولا عمقا ولا رؤية ولا ولاء ولا انتماء من الصديق رضي الله عنه وهو أبو بكر، ليثبت أو تثبت الأمة أنها ولادة. فبعد أبو بكر موجود عمر بن الخطاب فيه العبقرية بادية على أنه رجل دولة من الطراز الثقيل. وبالتالي دخل الجميع إلى المسجد، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أيها الناس إن الله جمع أمركم على خيركم. من خيركم؟ الصديق، محدش مختلف عليه على الإطلاق، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، معاذ الله أن يختلف المؤمنون على أبي بكر. فعمر بن الخطاب هو من قدم الصديق الذي تمت بيعته الأولى أو الأولية في السقيفة ليقول للناس إن الله جمع أمركم على خيركم فقوموا فبايعوه. فتكاثر الناس وتزاحموا من غالبية المهاجرين وبقية الأنصار ممن لم يحضر إلى السقيفة، كل يبايع أبا بكر رضي الله عنه. فكانت هذه اللحظة الثانية في المسجد هي البيعة العامة التي بويع بها الصديق ليتوج رسميا إنجاز التعبير أول خليفة على دولة الخلافة بعد انتهاء دولة النبوة التي مات عليها أو عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من العبقريات والدروس في سقيفة في اجتماع السقيفة ده إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له دور فعال جدا في حسم هذا الأمر. بلغ من عبقرية عمر إن هو يقول والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة الصديق. إحنا لم يكن الأمر سهل، إنما كان أمر شديد وصعب جدا، ولكن ليس هناك أمر أقوى ولا أفضل عند المجتمعين من مبايعة الصديق. ولقد خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم، فإما أن نتابعهم بعد ذلك على ما لا نرضاه، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا. الله الله على رؤية عمر بن الخطاب الفاروق. شوف بعد النظر وعمق الرؤية، شوف استراتيجية إدارة الأزمة. ما هو أنت عايز المنصب لازم يكون عندك كفاءة، القوي الأمين، الحفيظ العليم، لازم تكون كفء للمكان. برضو مع كفاءتك لابد أن يكون لك رؤية لإدارة الدولة.
ومش كده وبس، ده كمان مع كونك تملك رؤية لإدارة دولة لابد أن يكون عندك إمكانات تحقيق هذه الرؤية في إدارة الدولة، يعني مش مجرد خطط على الورق أو رؤية ورقية. ما أسهل الكلام والقيل والقال. رابع حاجة بقى، لابد أن يكون عندك القدرة على احتواء العقبات أو ترويض العقبات أو ردع العقبات في طريق تحقيق رؤيتك لإدارة الدولة. لما يكون معاك الأربع عناصر دول، ده أنت كده تبقى 10 على 10. إنما لو فقدت عنصرا من هذه العناصر ستكون النتيجة فساد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والراجل بيقول إيه؟ الفاروق، خشينا أن نفارق الناس بدون بيعة، فيحصل إيه؟ هيبقى المجتمعون في مكانهم فيبايعوا واحدا منهم، يعني من الأنصار. في هذه الحالة سيكون أمام المهاجرين واحد من أمرين، كلاهما مر، إما أن يتابعوهم على نفس هذه البيعة التي تمت لواحد من الأنصار على خلاف حديث النبي وقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة في قريش، فيضطر المهاجرون أن يتابعوا وأن يوافقوا الأنصار على بيعة واحد منهم خلاف قرار النبي، وهو ما لا يرضاه المهاجرون، فنتابعهم على ما لا نرضاه، يعني على ما نكره. وإما أن تكون الأخرى، إيه هي الأخرى؟ أن نخالفهم فنمسك عن بيعة من بايعوه فيكون الفساد كله، اللي هو اختلاف التضاد وليس اختلاف التنوع. طبعا تخيل معايا بقى كده انه الفصيلين الكبيرين يدخلوا في صدام، فصيلي الامه يدخلوا في صدام، فالانصار يستقلوا ببيعه احدهم، والمهاجرون اما ان يتابعوهم على البيعه وهم كارهون لان هذه البيعه ستكون لغير القرشي خلاف قرار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان تكون الاخرى فيرفضوا هذه البيعه ويدخلوا في صدام مروع، ستكون النتيجة فيه مش ضياع المنصب والخلافة، ضياع الدولة. تدخل بقى في الصراع الطائفي، ولا الصراع اللي بيسموه الحرب الأهلية، ولا تدخل بقى في صدام المروع، الله أعلم بنتائجه، وهي بالقطع كارثية وخيمة. عشان كده سيدنا عمر لم يتحرك من الاجتماع، لم يضق صدره بهذا النقاش الحاد، ولا أبو بكر كذلك، ولا أبو عبيدة، بقوا على الثغر في حوار ونقاش عميق مع الأنصار حتى لا يتركوا الموقف دون بيعة الخليفة اللي أمر به النبي عليه السلام، اللي هو خليفة قرشي، وبالتالي أغلقوا عن الأمة أسوأ أبواب الشر عنها. لو في نص الموضوع سابوا الموضوع ومشوا، ففي الموقف ده ليس هناك مجال لأنصاف الحلول، أنصاف الحلول كارثية. عشان كده عمر يقول رضي الله عنه، خشينا أن نفارقهم دون بيعة فيبايعوا رجلا منهم، فإما أن نتابعهم على ما نكره، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا. شوف العبقرية بتاعت عمر بن الخطاب. الجماعة بتوع التنمية البشرية والجماعة بتوع العلوم السياسية يقولون هذه استراتيجية إدارة الأزمة، استراتيجية إدارة الأزمة، إدارة الأزمات كفاءة وقدرات هائلة، ليس كل أحد يستطيع أن يدير أزمة، ومن فقد القدرة على إدارة أزمة من الطبيعي أن يكون فاقد القدرة عن إدارة الدولة. ده أزمة عابرة وأنت لم تستطع إدارة الأزمة، إذن أنت من باب أولى لا طاقة ولا قبل لك بإدارة الدولة، لأنه إدارة الدولة جزء رئيسي في الكفاءة بتاعتها انك تكون عندك تصور للعقبات وقدرة على التعامل مع هذه العقبات
بالاحتواء والترويض والردع إلى آخره. هذه من الدروس التي تستفاد من الاجتماع التاريخي في سقيفة بني ساعدة اللي حضرها هؤلاء النفر الأجلاء الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أيضا لا تنسى إنه الكل زاهد في إيه؟ زاهد في المنصب، بدليل أبو بكر يقدم عمر وأبي عبيدة، وعمر يقول له أبدا لا أحد يتقدم عليك يا أبا بكر، وأبو بكر يذهب إلى السقيفة وليس في خلده ولا في فكره أبدا أن يكون إماما ولا أن يكون خليفة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، مع أن الواحد منهم لو وزن الآن بجل أهل الأرض إن لم يكن بأهل الأرض جميعا. من الذي يزن في الأمة الآن أبا عبيدة رضي الله عنه، أو يزن الفاروق رضي الله عنه، أو يزن الصديق من باب أولى رضي الله عنهم أجمعين؟ إذن الاجتماع التاريخي في هذه السقيفة التي خلد الله ذكرها عبر التاريخ لأنها شهدت ولادة دولة الخلافة هو دروس كثيرة جدا مستفادة، منها إقرار نظام الخلافة في الإسلام، منها إقرار نظام البيعة في الإسلام، فلا يتولى الخليفة إنما يولى الخليفة. يعني هم الآن يبايعوا الصديق وهو لهذا الأمر كاره، وبالتالي لما تمت البيعة الأولى وتمت البيعة الثانية كان هذا تفعيل لإرادة الأمة. فنظام الخلافة في الإسلام ليس نظاما إلهيا، بمعنى ليس هناك نص على تعيين هذا الرجل خليفة، وإلا لصارت يعني هذه في الناس معناها أنه الحاكم بأمر الله، أو أنه النائب عن الله عز وجل، الوكيل عن الله عز وجل في الأرض. لا، ما عندناش في الإسلام هذا أبدا. فاختيار الإمام حق أصيل من حقوق الأمة. ترى لو لم يبايع الصديق كان هيتولى؟ طبعا لا. وبالتالي هذه من الدروس المستفادة جدا من سقيفة بني ساعدة لهذه اللحظات التاريخية التي مرت بها الأمة في أزمة تعتبر من أسوأ الأزمات التي تمر على البلاد، لأنه حالة الفراغ حالة خطيرة جدا، فراغ الدستوري اللي بيسموه النهاردة حالة خطيرة جدا جدا. ولذلك مدحنا الأنصار وشكرناهم على عمق النظرة وبعد الرؤية أنهم سارعوا إلى ألا تبيت الأمة هذه الليلة إلا وقد تعين عليها خليفة. أيضا من الدروس المستفادة في هذه السقيفة في هذا الاجتماع التاريخي درس عجيب جدا يا إخوة، إنه ليس أمر بيعة الإمام إلى أهل الحل والعقد فقط، إنما يمتد أو تمتد بيعة الإمام إلى عامة الناس. يعني مش البرلمان إنجاز التعبير، مش الصفوة أو النخبة إنجاز التعبير هم من ينتخبون أو يبيعون الإمام عن الأمة، وإلا لكان الناس اكتفوا ببيعة السقيفة لأبي بكر رضي الله عنه. إنما ده بايعوه في السقيفة البيعة الأولى أو الأولية أو المبدئية، ثم ذهبوا إلى المسجد للبيعة العامة. ده تفعيل لإيه بقى؟ وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم، الحديث عن الأمة وليس عن نخبة الأمة. لأنه أحيانا لا تؤتى الأمة إلا من قبل نخبتها، إنما العظمة هنا في الأمة في الدولة اللي هي دولة الخلافة عقب دولة النبوة، إنه النخبة على أروع ما تكون. النخبة حاجة عالية جدا، نخبة فيها ولاء، ونخبة فيها انتماء، ونخبة فيها زهد، ونخبة فيها إعلاء للمصلحة العليا للأمة. فكان سر النجاح اللي حسم القصة هو إن النخبة من الأمة كانت على قدر المسؤولية.
لكن يوم ما تتنكب الأمة الطريق أول ما تصاب فيه الأمة تصاب في نخبتها. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وبالتالي من الدروس أنه في البيعة العامة يبرز ليك سؤال يعني يرميه بين يديك بعض اللي هنسميهم إيه؟ حدثاء الأسنان ممكن، أو نسميهم المغرضون، نسميهم بالمغرضين ممكن، أو هو سؤال ورد في كتب السير والتاريخ إنه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ودول اتنين كبار. علي بن أبي طالب ده واحد من العشرة. علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، ابن عم النبي الذي تربى في بيته وحجره عليه رضوان الله تعالى، ابن عم النبي من ناحية وختنه من ناحية أخرى، ختنه يعني زوج ابنته النبي حماه عليه الصلاة والسلام. والتاني زبير بن العوام حواري الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين اللي أسلموا هناك في مكة مع الرعيل الأول أبو بكر وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة، ومعهم طبعا الزبير بن العوام رضي الله عنه. إذن ده من الرعيل الأول، إذن ده من إن جت بقى التعبير من نخبة النخبة. فأنعم بهذه النخبة وأنعم بهؤلاء الأفذاذ. لكن تقرأ في كتب السير والتاريخ في بعض الأحيان فتجد التساؤل ده، هل علي بن أبي طالب امتنع عن بيعة الصديق رضي الله عنه كما يدعي بعض الخبثاء ذلك كالروافض وغيرهم؟ هل الزبير بن العوام امتنع عن بيعة الصديق رضي الله عنه؟ الصحيح من الروايات التي اعتمدت في كتب السير انه اجتماع الثقيفة كان اجتماعا عارضا ليس بسابق ترتيب بين الانصار والمهاجرين، وبالتالي حضور الثلاثي من المهاجرين ابو بكر وعمر وابو عبيدة كان حضورا عابرا يعني عاجلا، الحق بنا نذهب الى اخواننا الأنصار في سقيفة بني ساعدة. لما الخبر وصل لعمر بن الخطاب فكان على عجلة من أمره وعايزين نلحق بإخواننا قبل أن يتطور الأمر إلى بيعة الأنصار لأحدهم فتكون كارثة، إما أن نتابعهم على ما نكره وإما أن نخالفهم فيكون الفساد كله. وبالتالي لم يكن هناك ترتيب، فلم يستدعى إلى هذا الاجتماع على سبيل المثال علي بن أبي طالب وهو من هو، ولم يستدعى في هذا الاجتماع الزبير بن العوام وهو من هو، وبرضه لم يستدعى أكابر آخرين، لم يستدعى عبد الرحمن بن عوف مثلا، لم يستدعى سعيد بن زيد مثلا، لم يستدعى سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لم يستدعى كثيرون من الصحابة من المهاجرين. ليه؟ لأن الأمر لم يكن بسابق ترتيب بين الأنصار والمهاجرين، لا يدوب الخبر جه كما يقولون إلى عمر بن الخطاب فلحق بأبي بكر ولحق بهما أبو عبيدة، هيا بنا إحنا الثلاثة ندرك إخواننا من الأنصار في سقيفتهم. إذن إن كنت تقصد أنه علي تخلف عن البيعة الأولى، هذا صحيح، بس مش علي لوحده، ده كل المهاجرين لم يحضروا البيعة الأولى، بيعة السقيفة لأبي بكر رضي الله عنه، ده أكثرية الأنصار و المهاجرين الاثنين دول أبو عبيدة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كونك تقول أو تذكر أنه الزبير وغيره ما حضرش البيعة الأولى أو تخلف عن البيعة الأولى، نعم هذا صحيح، لأنه الأمر لم يكن بترتيب وهو زي غيره من المهاجرين لم يحضروا البيعة الأولى. لكن مش معنى كده أنه علي بن أبي طالب لم يبيع الصديق، أو مش معنى كده أن الزبير رضي الله عنه لم يبيع الصديق، بالعكس، لقد ثبت عند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله وعند السنن الكبرى للإمام البيهقي أن، والقصة بيوردها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه،
أن أبا بكر لما بويع البيعة العامة داخل المسجد من بقية الأنصار ومن أكثرية المهاجرين الحاضرين في المسجد الذين تزاحموا لما يعني بادرهم عمر وقال إن الله جمع أمركم على خيركم، نظر أبو بكر رضي الله عنه فلم يجد في من حضر البيعة وتزاحم على بيعته أكابر، فأبو بكر هو من سأل عنهم. يعني الموضوع أيضا الانتقال من السقيفة إلى المسجد كان انتقالا عفويا مع أول وقت للصلاة، ولم يكن علي رضي الله عنه وصل إلى المسجد يومئذ، ولم يكن الزبير أيضا في المسجد مع هؤلاء المجتمعين من غالبية المهاجرين وبقية الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي سأل أبو بكر رضي الله عنه أين علي بن أبي طالب، لأنه أبو بكر لا يمكن أبدا أن يغفل أو يغفل شخصية في حجم علي بن أبي طالب. مين ده اللي يتجاوز شخصية في حجم علي بن أبي طالب؟ شفتوا الخليفة حريص كل الحرص مش على أن الكل يبايعه بقدر ما أنه حريص غاية الحرص على أن يكون الكل في مركب واحد، الكل في مركب واحد، خاصة الأعلام الأفذاذ نخبة النخبة. عشان كده سأل عن علي فجيء بعلي رضي الله عنه وهو يتلبس ببقية لباسه رضي الله عنه، يعني لبس على عجل وخرج وهو يكمل ملابسه حتى يدخل المسجد، وأبو بكر رضي الله عنه يسأل عنه، فيأتي علي عليه رضوان الله تبارك وتعالى ليبايع الصديق رضي الله عنه على مسمع ومرأى من الصحابة أجمعين. وكذلك بعد شوية يلحظ الصديق رضي الله عنه أن في شخصية أيضا كبيرة أخرى لم تحضر إلى المسجد، لعله شغله شاغل أو كان مريضا أو إلى آخره، وارد أن فلان ما يحضرش صلاة المغرب، وارد أن الصحابي الفلاني ما حضرش صلاة العشاء لأي سبب كان. فلما لم يجد أيضا الزبير قال يا زبير أين الزبير، فجيء بالزبير رضي الله عنه، قال أنت من أنت؟ أنت حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عليه رضوان الله تعالى وعليهم جميعا رضوان الله عز وجل. فقام الزبير ليبايع الصديق رضي الله عنه. إذا ليس صحيحا أن عليا تخلف عن بيعة الصديق، بل بايع علي الصديق رضي الله عنه البيعة العامة في المسجد، لكنه تخلف كغيره من أكثرية المهاجرين عن بيعة السقيفة. وكذلك الزبير بن العوام أيضا بايع أبا بكر البيعة العامة في المسجد، وقد تخلف عن البيعة الأولى في السقيفة لأنه لم يكن كغيره من المهاجرين حاضرا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ممكن واحد ينغص عليك حياتك ويقول لك لكن علي بن أبي طالب بايع الصديق بعد 6 أشهر. نعم هذا صحيح، لكن لم تكن هذه البيعة اللي بعد 6 أشهر هي البيعة الأولى، لا ده هو خلاص بايع البيعة العامة. لكن نظرا للموقف الذي حدث من لبس عابر بين الصديق من ناحية وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى، لأنه بعد وفاة النبي اختلفوا على ميراث الحبيب النبي رضي عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاطمة تسأل أبا بكر ميراث أبيها بعد أن أصبح خليفة بايعه علي والصحابة. فطبعا أبو بكر قال لا أجد لك ميراثا يا فاطمة. حدث هذا اللبس فغضبت فاطمة من أبي بكر 6 أشهر زمنا، حتى استبان لها الأمر أن أبا بكر هو من نقل وهو الصادق رضي الله عنه الثقة العدل الضابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه الشهير نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هنا جاء أبو بكر بعلي وبفاطمة فرضاهما عليه رضوان الله تعالى، وارتضيا منه الموقف الذي ساق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وزال الخلاف وزال اللبس، ورضيت فاطمة ورضي علي ورضي أبو بكر. هنا قام علي ليجدد ويؤكد البيعة الأولى
فبايع الصديق رضي الله عنه بيعة ثانية لئلا يقول قائل أو يقول مغرض أن عليا تخلف عن بيعة الصديق. يبقى علي بايع مرتين، الثانية للتأكيد لئلا يقول المغرضون خلاف ما هو حاصل فعلا. أيها الأحبة الكرام، الآن أبو بكر خليفة للمسلمين. في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الموعد يوم السبت القادم 10:30 نتابع أبا بكر في قصر الخلافة مع أول خطبة رسمية لخليفة المسلمين الجديد. هذا ما سنتابعه في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكري موصول لله عز وجل أولا، ثم لفريق العمل، نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم. وشكري أيضا موصول لحضراتكم على حسن متابعتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات. وحتى ألتقي بكم في اللقاء القادم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب. الندى وإن تطيعوه تهتدوا. لإعلاناتكم على قناة الندى يرجى الاتصال على الأرقام التالية.